نخليك تعليق اللي كنت في ندى بك انت زينوبه. دونك مولدية بوسالم الموسم الفارط كانت توجت الفريق توجت الفريق هذايا باللقب نتاع كاس افريقيا او بطوله افريقيا كما تسمى في الكره الطايره الموسم الفارط ضد الزمالك المصري في النهائي. نحكيه طبعا بعد تجاوز كل المنافسين في بقيه الادوار. نفس الشيء يصير السنه رغم انه قبل المشاركه قبل مشي مصر كانت فما برشا صعوبات ماليه، كانوا وصلوا حتى رئيس الجمهوريه كان استقبلهم وكان هو اللي ينظم حتى السفر نتاعهم والفلوس وكل، معناه الفريق راهو وصلوا حتى هبطوا تدوينات على الصفحه الرسميه نتاعهم قبل البطوله هذه، يقولوا انه رسميا قرروا ماهوش يشاركوا في البطوله هذه لانه ما فهمش موارد ماليه وغيره. دونك مولدية بوسالم بعد الجهود هذه الكل وبعد رئيس الجمهوريه وغيره تمشي لمصر وتلعب البطوله هذه وتوصل للدور النهائي للعام الثاني على التوالي. ناكد على الاخر لانه مش ساهل، راهو باش تعمل فينال معناها عامين في جرة بعضهم، وخاصة انك تتجاوز فرق وراه علما برغم الخسارة برافو علما لحظة نزيدك في الباركور تاع مولدية بوسالم في زوج مقابلات راهي كانت تخسر زوج اشواط مقابل صفر ثم ترجع بثلاثة اشواط وتربح، معناها باش توصل الفينال مش حاجة سهلة. تخسر البارح للاسف ضد الاهلي المصري ثلاثة اشواط مقابل صفر 25-21 25-17 25-18 في المباراة، لكن يبقى طبعا الحقيقة شابوبا لمولدية بوسالم يعطيهم الصحة اللي برافو. وصلوا بالليمويان دبور كما نقولوا، ومحقيقة أقل من برشا أندية راهو توانسة معناها من الناحية المادية والكل، لكن برافو للجوارات برافو للإطار الفني للإطار الإداري والكل بالنسبة لمولدية بوسالم. فقط فيسع باش نزيد، صحيح ما توجش الفريق الكل لكن فما تتويجات فردية معناها لمولدية بوسالم، كما مثلا زوز اللاعبين تحصلوا على جوائز فردية في البطولة هذه. نحكيوا على محمد خليل العونلي اللي تحصل على جائزة أفضل لاعب وسط شبكة، واللاعب الكيني ايضا لمولدية بوسالم سيميون كيب كورير اسمه صعيب برشا دونك يشغل خط مركز اثنين. دونك على الاقل فما تتويجات فرديه وبرافو لمولدية بوسالم. برافو لمولدية بوسالم الحقيقه من عمني والوقت اللي صار التتويج فما حاجه انا ذاك اللي نحبه في السبور اللي هو المنطق يقول هذه جمعيه ما عندهاش امكانيات، هذه جمعيه منسيه، هذه جمعيه في جهه بكلها كيما برشا جهات في البلاد ما عندهاش لانفراستركتور باش تخلي الشباب يمشي ويمارسوا الرياضه هذه باش تلقى دي تالون. يا اخي لي تالون منين باش تلقاهم؟ وقت اللي صغار يمشي ويكتشفوا سبور، ومن بعد فما ناس تكتشف لي تالون هذوما وتكون احسن ما فما باش يخرجوا ليليت الفريق اللي باش يولي يمثل الجهه هذيك. وقت اللي نعرفوا احنا شنو هو الحاله نتاع لانفراستركتور في الجهات نتاع البلاد نتاعنا الكل، وما فماش قاعات، وحتى على ولايات كامله ما فماش قاعات رياضيه، ما فماش تجهيزات رياضيه، تجي ايكيب نتاع فولي بول زاده ماهيش لعبه عندها معناتها خلينا نقولوا عندها شعبيه كان كي تعمل نتائج الفولي بول، معناتها العباد يتبعوها كان كي تجيب النتائج نتاعها. وهذاك اللي تقال عمني والراح للاسف كي تترشحنا وصلنا دونك وليتو تحكي. لكن يا خويا تحيه للجرينتا، تحيه للقلب الحي، تحيه للناس اللي تمن، تحيه للناس اللي تحلم، تحيه للعباد اللي ما يهمهاش في انا كود بوستال تولدت، المهم هي وين تحب توصل. مولدية بوسالم رايي انا تتقرى في المكتب يكتبوا على اللي صاير في مولدية بوسالم، وان شاء الله يا ربي على خاطر زاد يحقوا في النتائج هذيا تكون فما امكانيات تتبع باش نجموا نلقاو فرق اخرى من نوعها. يعطيك الصحه زانب. يلا هاني الاخبار اللي بعده. رافع عنده تعليق. لا جوست حبيت نقول انه ليكزومبل سبورتيف هذا اللي موجود كان نخرجوا منه نزيدوا نبعدوا اكثر القطاعات اخرين، انه بالحق لازم كل واحد يشوف الفالور نتاع الولايه اللي هو فيها. ولايه جندوبه ولايه جميله جدا محلاها، انا بالرسمي نمشي وليت برشا الايامات هذوما والبريود هذه الاخرانيه، ولايه كان يتلهوا بها اولادها في الفلاحه عندها ما تقول، في السياحه عندها ما تقول، او حتى في الرياضه زاد عندها ما تقول. ومش كان هي، فما ولايات اخرين زاد قويين برشا، يزينا من المركزيه، يزينا من انك باش تنجح ولا تطلع يلزمك تجي للعاصمه. لا راي الولايات نتاعكم فيهم افونتاج كبير برشا، كل واحد يغزر لولايته، وقبل ما تخرج من الولايه نتاعك خمم مليح مليح مليح، راهو لا ريشيس راهي موجوده غادي وين انت، مش في العاصمه. العاصمه راهي سي بون تسكرت ما عاد فيها والو. اما ان شاء الله الدوله هي زاد اللي تخدم باش تخلي انه فما اون كاليتي دو في تسمح للناس انهم يقولوا ويقولوا لي فما حظ كيف كيف كيما في الجهه نتاعهم كيما في اي بقعه في العالم. في بالك باش نوقف لك مخك انا، ريت جندوبه الكيسات في جندوبه خير من العاصمه.
لا جندوبه منطقه ياسر باهيه القاسرين كيسات خير من عصر لكن نحكيو على الكوتيديان نحكيو على الفرص والا تساوي الفرص في الرياضه صحيح. ولا في الفن ولا في القرايه ولا في الخدمه خلينا زاد نكونوا واضحين مش كيف كيف اي اما يعني فما انفراستركتور والله عندي سؤال خذني على قد عقلي وليد مش نورمالمون فما ناس تمشي تكتشف المواهب تمشي هي بدورها تعمل دوره تكتشف فما تخدم وتخلص عليها وينهم وين فما معمول بها ظهر لي في العالم خاطر فما برشا ناس بالحق ما تنجمش تمشي للعاصمه تحكي على الكره الطايره انت في اي حاجات برشا مواهب عندنا برشا ناس لمعين ما شاء الله في برشا مجالات لكن ما همش قاعدين يوصلوا ساعات ناس تختفي لهم الفرصه كما نقولوا احنا كنراو فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لكن فما ناس ما عندهاش لاكسي لكن زاد مثلا ناخذ مولديه بوسالم كمثال راه مولديه بوسالم راهو في الملاعبيه الصغار اللي اقل من 21 سنه في صنف النخبه وغيره راه فما برشا وعدد كبير منهم اللي مازال ما طلعش الاكابر اللي يبدا فيه الضوء كما نقولوا يمشي مباشره يتاخذوا واحد من الانديه صح الترجي نادي الصفاقسي نجم الساحلي وغيره خلينا نكملوا فيسع بخبر اخر مادام مازال عنا الوقت فيسع خبر طريف جدا مباراه في البطوله الايطاليه تحديدا الدرجه الثالثه السيري سي في ايطاليا مباراه بين زوز فرق نحكيوا على فريق ميسينا وفريق بوتانزا زوز الفرق ذوما كان فما الفريق هذايا اللي هو ميسينا الفريق اللي لعب المقابلة هذية بزوز ملعبية زوز ملعبية ذوما هو الأب والابن نتاعه والاب اللي قداش عمرهم او باش نقول لك الاب اسمه ايرمانو فوماغالي عمره 42 عام وايضا ياكوبو ولده فوماغالي اللي عمره 18 عام اول مره يلعبوا مع بعضهم معناها الوالد عمره 42 والابن 18 سنه وفي التصريح بعد المباراه معناها فيزيك باهي نوعي سنين معناها نحكي التصريح بعد المباراه الحارس اللي عمره 42 سنه اللي هو الوالد قال فرحان برشا انه ولدي شفته نهار ويلعب معايا لكن الحاجة اللي مخليتني أكثر نفرح أنه في نفس النهار اللي لعب فيه هو كنت أنا زاد أساسي ولعبنا زوز مع بعضنا مقابلة كأساسي علما أنه الأب حارس مرمى والابن يلعب وسط ميدان في نفس الكيب ولا كونتر في نفس الكيب جميل جدا حلو. جميل ما ولا في انتظار نشوفوا كريستيانو وابنه يلعبوا في نفس الفريق ظهر لي بشي هكاك نحكي على 42 سنة يعطيك الصحة